السلام عليكم. نشاط اليوم حيكون ستوري سيتي أو قصة المدينة. في ستوري سيتي كل واحد مننا حيبني المدينة أو الحي الخاص بي. عشان نبني الحي أو المدينة، أول شيء حنسوي الشخصيات. حيجيكم فكرتون جينجر بريد بيرسون، حتزينوه وتلونوه وتعطوه اسم. ثاني شيء في الكرتون حتلاقوا ورق رسم البياني. هذه الورق حنستعملها كمخطط للمدينة اللي حنبنيها عشان نعرف المسافات بين المباني. بعدين حتلاقوا 7 نماذج مختلفة لمباني وأشياء مختلفة حنقصها عشان نستعملها في المدينة، نبني بيها المدينة. حيكون عندنا ألوان، تقدروا تستخدموا ألوان شمعية أو ألوان خشبية أو أي نوع ألوان متوفر عندكم. حيكون عندنا رسم ومقص. أول حنزين الشخصية، بعدين حنقص كل النماذج 7. أنا قصيت هنا 2 ولونتها. بعدين حنغريها على ورق الرسم البياني. وبعد ما تخلصوا من بناء مدينتكم تقدروا تشاركوها معانا على storycity.land وتشوفوا تصاميم باقي الأشخاص.